بشعار الشقي، والشقي الصغير يحقق الانتصار هنا في هذا المهرجان. بداية كانت تحمل القوة والتنافس والأداء المميز في هذا الميدان هنا. هنا ايضا استلام كاس حربة، تهانينا لسعيد بن يابر بن عبد الله وحمدان بن سعيد بن يابر ايضا على هذه اللحظات الجميلة، لحظات استلام كاس حربة. المركز والشوط الثاني ذهب الى نايف، ايضا صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان والذي حقق أكثر من بندقية في منافساته من خلال التحديات ومن خلال الانطلاقات. محمد بن سلطان بن مرخان صاحب المضمرين، وسعيد بن سلطان بن مرخان أيضا في تسلم البندقية من يد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم الذي يحرص سموه على التواجد على أرضية هذا الميدان وتكريم الفائزين. تحية لبدر العويسي الذي كان ايضا في التحدي والتنافس. الشوط الثالث كانت صاحبة الرموز تحقق الانجازات، رغد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي المحنك، جاء ايضا في ظل شعاراته وشعار بيرق الناموس ليحقق هذا الانتصار هنا في هذه الانطلاقة. ومحمد بن راشد بن حمد بن غدير يتسلم كأس رغد، وهناك الدينامو المحرك لهذا الشعار. تهانينا وناموس وسلام يا مرغم سلام. رابع الاشواط والتحديات، مفوض استلم ايضا شهادة التفويض في نيل هذه التحديات محمد بن قحيد المهيري، وانجاله الكرام وسيف الغويص ايضا مضمر مفوض والذي اضاف ايضا البندقية الثانية والرمز الثاني الى رصيده. سلام يا زعبيل سلام، سلام يا زعبيل سلام. ما شاء الله وتبارك الله، اليوم يوم الكبار، يوم انطلاق التحديات على ارضية هذا الميدان وتنافس في هذا السن، سن الثنايا من خلال هذه الانطلاقات. نبارك لجميع الفائزين ونتمنى ان شاء الله التوفيق ايضا لما تبقى من الاشواط في هذه المنافسات القوية على ارضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. شكرا سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، دعمكم وتواصلكم وتواجدكم على أرضية هذا الميدان له الأثر الكبير في الدعم لهذه الرياضة. حربة بطلة الكأس المفتوح، وهنا أيضا نايف بطل البندقية، ثم رغد حبيبة الجماهير تأتي بانتصار أيضا هنا بشعار مرغم، والختام كان مفوض حمدان بن محمد بن قحيد المهيري. نبارك للجميع من خلال انطلاقات هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. شكرا علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، تنظيم رائع بانطلاقات الإثارة
والأصايل في تحفة ميادين السباقات.